نروح نشوف زميلنا كريم احمد ولقاء بعد المباراه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ونشوف رايه في المباراه وايه اللي حصل من اللعيبه خلال المباراه، وهل كان في اجهاد، كان ملعب المباراه، كانت الرطوبه او الجو كان ليه تاثير على الاداء. تعالوا نروح ونشوف كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ. بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي معي في هذه اللحظات. اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، بالتاكيد يا كابتن سيد هنقول هارد لك لان النادي الاهلي دائما وابدا طبعا بيلعب على الثلاث نقاط. هنقول هارد لك النهارده لان التعادل بالنسبه للنادي الاهلي انا عارف طبعا هي انطلاقه، لكن مجهود كبير وظروف كتيره جدا حطينا في الاجواء كابتن سيد. الحمد لله على كل شيء. مباراه مهمه بالنسبه لنا في افتتاحيه، انت عارف مباراه المريخ كانت اتاجلت يعني، وبنلعب مع الهلال هنا في السودان يعني، في ظل الاجواء ودرجه الحراره مقبول جدا يعني. نقدر نقول التحميل الكبير وعوده لعيب المنتخب مشاركه في كاس العالم بشكل كبير جدا كان لها تاثير بدني النهارده كابتن سيد؟ ممكن طبعا، لكن في النهايه خلينا نقفل الصفحه بحلوها ومرها، خلاص الموضوع انتهى يعني. خلينا نبص على مباراه البقاص يوم الثلاث، وعندنا كمان صن داونز يوم 26 يعني. هي المجموعات عباره عن تجميع النقاط يعني، لك هدف ان انت تطلع تصعد من المجموعه سواء اول او ثاني، هدف ثاني ان انت بتحاول تصعد اول عشان تتجنب المراكز الاولى في المجموعات الثانيه يعني. لكن ايا كان يعني انا بشوف ان هي في الاول والاخر الهدف المهم ان انت تصعد يعني. يمكن النهارده كان في التحامات كتير، شفنا السوليه منعم، عايزين نطمن على التحامات الكتير النهارده كابتن. السوليه طبعا واخد كدمه جديده جدا يعني، انا برضه هرجع اقول يعني في الاتحاد الافريقي مهم جدا ان احنا ناخد بالفار من بدايه البطوله لاخرها. ما ينفعش ان انت تبدا بطوله وبعدين تنهيها باخر ماتشين يعني، في النص ممكن فرق تتظلم كتير او فرق يبقى ما تاخدش حقها بشكل كبير يعني. محمد عبد المنعم يعني طمنا الى حد كبير، لكن هنعمل مزيد من الفحوصات. واخد كدمه في الدماغ يعني تستوجب من رايي الشخص ممكن تبقى فيها كارت احمر، لكن في النهايه نقفل الصفحه ديت وعندنا استعداد من بكره على طول. هنروح النهارده وهنرجع مصر النهارده، لكن من بكره ان شاء الله الرحمن هنستعد للمقصه باذن الله. شكرا. كل شكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وبالتاكيد يا كابتن ايمن هدفنا كان الثلاث نقاط، لكن قدر الله ما شاء فعل. التعادل ان شاء الله باذن الله يقدر يساعد النادي الاهلي ان شاء الله تجميع النقاط زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال. الظروف كانت صعبه، المجهود كان اكبر، لكن ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لكل لاعبي النادي الاهلي.